أهلا بكم مشاهدي الكرام، أحييكم أنا ماجد حميد إلى هذا الحوار الخاص مع معالي وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري للحديث عن عدد من الملفات. مرحبا معالي الوزير، وأبدأ معك من الملف المهم هو ملف ضبط الحدود. كانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرار بعملية انفتاح قطاعات جديدة باتجاه إقليم كردستان العراق بعد الضربات الإيرانية والتركية باتجاه الإقليم وتحديدا الشريط الحدودي مع إيران وتركيا. هل تم استكمال عملية انفتاح القطاعات؟ هل تم استكمال عملية مسك الشريط الحدودي مع تركيا وإيران؟ شكرا لك أخي العزيز، تحية لك ولكل مشاهدي قناتكم، وشكرا لإتاحة الفرصة للتحدث عن دور العمليات التي تنفذها وزارة الداخلية في هذه الفترة. حقيقة موضوع الحدود الدولية موضوع تم مناقشته في جلسة مجلس الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرارات يعني موجبة، وهذه القرارات كان يعني موجهة إلى وزارة الداخلية وبالتحديد قيادة قوات حرس الحدود. عندنا هذه المناطق مناطق الحدود العراقية التركية، تمسكها قيادة حرس حدود المنطقة الأولى، وكذلك جزء من الحدود العراقية الإيرانية تمسكها المنطقة الأولى والمنطقة الثالثة والرابعة. بالبداية أحب أن أؤكد أنه موضوع الحدود والسيادة العراقية هو خط أحمر لا يمكن يعني التهاون به، ويجب أن يتم مسك الحدود بقوة وضبط ومنع عمليات التسلل والتهريب ضمن أي منطقة حدودية. عندنا الحدود العراقية التركية، هناك منطقة متروكة منذ فترات طويلة، وهذه المنطقة الآن هي منطقة عمليات بين الجيش التركي والبككة، ونسعى إلى مسك الحدود الدولية أو الشريط الحدودي الصفري اللي حددنا به حاليا 17 نقطة راح يتم بناء بها مخافر، ويتم المباشرة باستكمال هذه المخافر. خصصنا لها يعني الأموال اللازمة للتعاقد مع شركات لبناء هذه المخافر، كذلك خصصنا الأموال لكاميرات مراقبة وأبراج، وأيضا سعينا إلى تشكيل فوجين في لواءين، وأيضا فتح مقر لواء في منطقة حلبشة بالنسبة للحدود العراقية الإيرانية. إجراءاتنا مستمرة لضبط الحدود. هذه الفترة أكو يعني طبيعة الأجواء وتساقط الثلوج في هذه المناطق منع عمليات انفتاح القطاعات، لكن خلال الأيام القادمة راح تشهد وتيرة متصاعدة لمسك الشريط الصفري من قبل قيادة حرس حدود المنطقة الأولى. مع الوزير، أعداد القوات التي ستقوم بعملية المسك؟ طبعا هو كل قيادة المنطقة الأولى، لأن عددها يجب أن تمسك، نعم يجب أن تمسك الشريط الحدودي تقريبا أكثر، يجب أن يكون على الشريط الحدودي أكثر من 6000 شرطي موجودين من المخافر الحدودية، وأيضا هناك تنسيق لازم يكون الخط القوات البيشمركة خلف قطاعات الحدود حتى يتم الإسناد، يعني ضمن هذه المناطق النقاط راح تكون على الشريط الحدودي وخلفها قوات من البيشمركة. نعم، هل هناك تنسيق مع إقليم كردستان حول آلية ضبط الحدود وكذلك الحدود السائبة إن صح التعبير بين الإقليم والمحافظات وتحديدا كركوك ونينوى؟ طبعا عندنا يعني تنسيق مستمر، وهم جزء من هذه العملية قوات البيشمركة وقوات حرس الحدود، يعملون يعني بتنسيق وعمل مشترك لضبط هذه المنطقة. قوات البيشمركة جزء من هذه العملية، وأيضا هناك مركز تنسيق مشترك بين الحدود والبيشمركة، وكذلك الجانب التركي راح يكون لضبط هذه المنطقة وانتشار قطاعاتنا على الشريط الحدودي. نعم، لدينا الملف السوري أيضا، هناك حدود للعراق مع سوريا وحدود طويلة جدا. هناك أيضا نسمع بين الفين والأخرى عن بيان عن عملية ضبط مهربين، عملية ضبط تسلل. كيف تصف الوضع الحدودي مع سوريا، خاصة مع الوزير كما تعرف بأن عملية التسلل تكون باتجاه المناطق الصحراوية التي ما زالت تشهد نشاطا لداعش؟ طبعا هذا جزء من الشريط الحدودي العراقي السوري، طوله 620 كيلومتر، وتمسك قيادتين، قياده المنطقه السادسه والثانيه. اعتقد انه وصلنا الى مرحله متقدمه من التحكيمات، وهذه التحكيمات تشمل التحصينات بالاسلاك الشائكه وكذلك السياج البي ار سي، ايضا موضوع الكاميرات ايضا تم نصبها. جزء من هذا الشريط الاماكن يعني صعبه
وأماكن متموجة مثل جبل سنجار وجنوبها، تم نصب جدار كونكريتي بالكامل تقريبا طوله 65 كيلومتر، وراح يتم الانتهاء منه قريبا جدا. وعندنا خطة أيضا لنصب سياج كونكريتي في منطقة أخرى. كل إجراءاتنا لضبط الحدود مستمرة، تعرف موضوع الحدود ما يوقف عند حد، لكن الجزء الأكبر منه هو تحكيم تحصينات وموانع تمنع التسلل والتهريب. هل هناك عملية تطوع جديدة باتجاه لزيادة عدد عناصر قوات الحدود؟ حصلت الموافقة على تطوع 3000 عنصر لقيادة حرس حدود المنطقة الأولى، ومنتظرين يعني تجينا الإجابة من وزارة المالية بالنسبة للدرجات الوظيفية حتى نعلن بدء التقديم على الرابط الإلكتروني لوزارة الداخلية، وحتى نعزز بموجود الأشخاص لأفواج وتشكيلات قيادة المنطقة الأولى. نعم، الملف الأمني، استلام الملف الأمني أو نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، هل نحن أمام عملية نقل كاملة أم عملية نقل مهام؟ عندنا المحافظات الآن اللي ما موجود بها يعني ما موجود بها جيش، تديرها قيادات الشرطة، ومن بداية هذه السنة تم الاستلام بالكامل، وكانت مسؤولية الأمنية لقيادات الشرطة محافظة واسط ومحافظة الديوانية ومحافظة المثنى السماوة. هذه المناطق الآن تديرها بالكامل قيادات الشرطة، احتياطها موجود من أفواج التدخل السريع، واللي يمارس دور فرض الأمن وقانون هي أقسام الشرطة في هذه المحافظة. طبعا هذه المحافظات مستقرة أمنيا باستثناء بعض الجرائم الجنائية اللي تحدث بين فترة والأخرى، وكذلك يعني هناك نشاط لعصابات المخدرات، لكن يعني قيادات الشرطة في هذه المناطق مسيطرة بالكامل، وحتى يكون انخفاض في الجرائم الجنائية نتيجة يعني تحسن العمل الشرطوي ومتابعة لهذه المناطق. هل سيتم نقل الملف الأمني خلال 23 إلى وزارة الداخلية في محافظات أخرى؟ بعد هذه 3 محافظات راح تكون محافظتي بابل والنجف، يعني راح تكون بأسبقية عالية خلال الفترة القادمة هاي المحافظتين. أيضا عندنا محافظات أخرى بالمرحلة الثانية، هناك تنسيق يعني مشترك مع وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة حتى نبدي باستلام المحافظات تباعا مع توفر إمكانيات مسك هذه المحافظات. بالتأكيد مراكز المدن الآن بالكامل هي ممسوكة من قبل قطعات وزارة الداخلية، لكن يكون يعني مسؤولية كاملة. أول تسبق انتقال المسؤولية هو تبادل الأدوار، يعني يكون الشرطة المحلية بالأمام وتسندها قطعات الجيش إذا كان في المناطق، أو الشرطة الاتحادية اللي موجودة. يعني وزارة الداخلية أيضا لديها قوات قتالية، الرد السريع، الشرطة الاتحادية، أفواج الطوارئ، هل هناك خطة لدمج هذه القوات، هيكلة هذه القوات أم لا ستبقى هذه المسميات؟ يعني عندنا خطة الآن لتحويل جزء من أفواج الطوارئ إلى شرطة اتحادية، بدينا به في محافظات بابل وصلاح الدين والأنبار وديالة وواسط. خلال إلى منتصف هذه السنة راح يكون عندنا 5 تشكيلات من الشرطة الاتحادية في هذه المحافظات، وهذه يعني راح تكون إسناد ومتابعة لقيادات الشرطة، وراح تكون هذه الألوية في المحافظات نفسها. نعم، ملف المخدرات مع الوزير، يعني يوميا هناك بيان من وزارة الداخلية والقطاعات الأخرى عن عملية مسك لمروجي للمخدرات، تجار مخدرات، عملية ضبط للشحنات، هل العراق أصبح مصنعا أم ممر لعملية التهريب؟ طبعا الآن يعني البلد يعني خلال الفترة الماضية هو ممر، وأيضا أكو استهلاك للمخدرات، وعلينا أن نعترف أنه يجب أن يتم مكافحة هذا الموضوع بقوة. بدينا بإجراءات السيد القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، صادق وافق مجلس الوزراء خلال وصدر القرار رقم 10 لسنة 23، راح يتم عمل مصحات قسرية بالتعاون بيننا وبين وزارة الصحة. أيضا خصص دعم مالي لمديرية مكافحة المخدرات للمصادر، كذلك يعني حصلت الموافقة على نعقد مؤتمر إقليمي لدول المنطقة حتى يتم تبادل المعلومات بما يخص تجارة المخدرات وتهريب المخدرات بين المناطق كل يعني في المنطقة، وراح يكون عندنا في بغداد حتى نقدر نتبادل المعلومات. لدينا تعاون وتنسيق الآن مع دول الجوار بخصوص مكافحة المخدرات. حقيقة دول الجوار سابقتنا
مسافات كبيرة لمعالجة المخدرات ومكافحة المخدرات. احنا الآن يعني بدينا بخطوات سريعة حتى نقدر نحصر هذا الملف. موضوع المصحات حتى نسرع به راح نبدي بشكل سريع بنايات ونبدأ نرممها. الآن قسم من المتعاطين يدخلون بالسجن مع المجرمين ومع التجار وغير هذا، يعني ما راح نصلحه، راح يتحول بالتأكيد إلى مجرم. لدينا خطة حتى كل دول المتعاطين نخليهم في مكان ونتعاون مع وزارة الصحة لتأهيلهم نفسيا وإعادتهم إلى المجتمع حتى يعودون كأشخاص يعني طبيعيين. نعم، يعني عمليات التهريب من أي دولة تتم بشكل أكبر باتجاه العراق مع الوزير؟ يعني عندنا من كل المناطق أكو تهريب. الأعلى عندنا من سوريا جينا حبوب الكبتاغون، تدخل عن طريق خط الحدود أو خلال يعني منفذ البضائع. عندنا من خلال الجمهورية الإسلامية أيضا تدخل مخدرات من كريستال وغيرها. عندنا من تركيا من كل حدود، وايضا عندنا باتجاه الكويت تجاه السعوديه اكو ممر مشترك يعني بين هذه الدول، وحتى نقدر نحكمها راح نسوي مؤتمر اقليمي ونتبادل المعلومات حتى نسيطر على هذه التجاره اللي موجوده بهذه المنطقه. كل الدول لديها الرغبه في يعني في العمل على هذا الموضوع وانهائه ومكافحته. كل دول المنطقه يعني صارت اتصالات مع السفراء وعلى الوزراء شخصيا، وراح نبدي بعقد هذا المؤتمر حتى نوحد معلوماتنا وما يكون هناك يعني اكو في شيء سائب بيننا. نحن يعني كدول متجاوره يجب ان ننسق، يجب ان نتعاون في انهاء هذا يعني هذا الملف الخطير. نعم، يعني ايضا العراق يمتلك قاعده بيانات كبيره جدا عن التنظيمات الارهابيه، وما زال يقوم بعمليه تسليم عدد من عناصر داعش ممن شاركوا في القتال منذ عام 2014 الى دولهم، واخيرا الى اسبانيا تم تسليم عدد من الاطفال ممن كانوا لعوائل داعش. كيف تصف التعاون الامني مع دول الجوار؟ يعني امكانياتنا في متابعه مفارز وعصابات داعش، يعني استخباراتنا وكل اجهزتنا الامنيه لديها متابعه جديه ومسيطره بالكامل على هذا الملف. يعني لا زال عندنا الان وكاله الاستخبارات جت يعني تنسق مع خليه الاستهداف في قياده العمليات المشتركه وتنفذ يعني ضربات جويه دقيقه وناجحه ضد عناصر التنظيم. ايضا لديهم نشاط فيما يخص مع جهاز مكافحه الارهاب. كل الاجهزه الامنيه لديها يعني قوه من المعلومات. تنسيق مع دول الجوار مستمر وتنسيق عالي المستوى، وجاي نتبادل المعلومات معهم من خلال جهاز المخابرات الوطني، وكل قاعدة البيانات هذه اللي تحدث عنها موجودة وتحدث باستمرار. نعم، هل ستكون لديكم زيارة إلى دول الجوار لمناقشة هذه الملفات والتعاون في ملفات مكافحة المخدرات، التدريب، الخبرات، وكذلك ملف الإرهاب؟ احنا عندنا مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب اللي راح يعقد قريبا، وإذا تلقينا دعوة من تقريبا اغلب دول الجوار وراح نلبي هذه الدعوه، وبالتاكيد يعني لازم ننسق ولازم نتعاون في سبيل يعني مكافحه المخدرات، مكافحه الارهاب، هناك ضبط الحدود، ملفات مشتركه مع دول الجوار. نعم، ملف المناطق المحرره مع الوزير، كيف تصف الوضع الامني الان في المناطق التي كانت بيد داعش؟ هل استكملتم عمليه اعاده الشرطه ممن كانوا في تلك المحافظات؟ هل تم عمليه تطويع جديده لابناء العشائر في سلك وزاره الداخليه؟ اعاده البنى التحتيه لوزاره الداخليه في هذه المحافظات؟ وهل من الممكن ان تكون هذه المحافظات ايضا مرشحه لنقل الملف الامني من الجيش الى الداخليه؟ يعني انا خلال متابعتي للوضع الامني في عموم المحافظات لاحظت انه الوضع الامني في المحافظات المحرره يعني يكاد في ايام متتاليه يخلو من حتى الجرائم الجنائيه وحتى الحوادث البسيطه. وهذا الشيء يعني موجوده احصائيات في محافظه نينوى وصلاح الدين والانبار، تكاد ايام متتاليه حتى ما بها يعني حادث واحد. لذلك اعتبر الوضع الامني في هذه المحافظات من يعني اشوفه يعني وضع امن ومستقر تماما. النقطه الاخرى، في خلال الشهر الماضي خلال شهر الكانون الاول كان هناك انخفاض بالجرائم الجنائيه بنسبه 17% لكل المحافظات، بغداد والمحافظات. عندنا تزايد في الجرائم الجنائيه في الرصافه، عندنا جرائم جنائيه في قسم منها في ميسان،
وعندنا في ذي قار، وهذه تكون حوادث. أما باقي المحافظات يعني تكاد أيام متتالية موقفها فارغ، يعني ما بها أي حادثة ولا أي جريمة. الحمد لله الوضع يعني الأمن مستقر، ومتابعة يومية من خلال تحليل الجرائم الجنائية، وعندنا يعني فعلنا الإحصاء الجنائي، وكذلك وكالة الاستخبارات الآن تعمل بشكل جدي على موضوع الاستخبارات الجنائية. الآن يعني عندها مديرية الاستخبارات مكافحة الإرهاب، مديرية الجريمة المنظمة، يعملون بشكل جدي باتجاه الاستخبارات الجنائية. نعم. يعني إذا ما نتحدث عن داعش وتنظيم داعش، هناك عمليات ما زالت مستمرة في محافظتين تحديدا، ديالة وكركوك. نعم، ديالة وكركوك. طبعا هذه المنطقتين الطبيعة الجغرافية للمنطقة اللي جاي يتحركون بها مناطق وعرة، يعني ما متواجدة بها القوات الأمنية، مناطق صعب الوصول إليها وفارغة من يعني من السكان. هذه مناطق جنوب كركوك وتقريبا غرب صلاح الدين وحمرين في ديالة، لكن لحد الآن أكو هناك عمليات استطلاع جو مستمرة وضربات جوية دقيقة، وجاي يتم قتل أعداد من عناصر التنظيم ومحيدين تماما، يعني ما عندهم إمكانية باتجاه القرى الموجودة، تهديدهم باتجاه القطعات الموجودة، أكو سيطرة كاملة هناك. نعم. موضوع الصحراء مع الوزير، هل هناك نية لإنشاء قوة خاصة تتكلف في عملية المهام القتالية في المناطق الصحراوية؟ سابقا كان هناك اتفاقا، يعني لما كنت في قيادة العمليات المشتركة، وشكلت وزارة الدفاع وحدات صحراوية، 5 وحدات صحراوية واجبها تتحرك في المناطق الصحراوية، وهناك يعني تنسيق لتجهيزها من التحالف الدولي، وأيضا حصلت بها الموافقة وجاري التدريب عليها. نعم. يعني ملف التدريب والتسليح، هل لديكم تعاون مع قوات التحالف الناتو لعملية دعم وزارة الداخلية عملية التدريب مع وزارة الداخلية، وكيف تصف التنسيق مع التحالف الدولي؟ وزارة الداخلية هناك بعثة للاتحاد الأوروبي موجودة تعمل منذ سنوات على موضوع تقديم الاستشارات وتدريب المؤسسات التدريبية، وعدها في هذه يعني لديها عمل. كان هناك جلسات مطولة لبداية ويعني إعداد خطة لعام 2023 لموضوع استشارات تدريبية وكذلك بناء المؤسسات التدريبية، وماشيين بهذا الموضوع. بالنسبة للتحالف جاي يدعم قيادة قوات حرس حدود بشكل مستمر من خلال التحكيمات، من خلال العجلات، تجهيز، وأيضا عندنا تعاون وياهم في موضوع تبادل المعلومات الاستخبارية مع وكالة الاستخبارات. بعثة الناتو لا، ما عندنا تعاون وياهم. بعثة الناتو تعمل فقط مع وزارة الدفاع في موضوع تطوير المؤسسات التدريبية. نعم. مع الوزير، ملف البعثات الدبلوماسية، الجهة المختصة في عملية حماية هذه البعثات هي وزارة الداخلية، كيف تصف الوضع الأمني للبعثات الدبلوماسية؟ هل هناك عملية تنسيق لتطوير عمل هذه المؤسسة اللي هي معروفة باسم حماية السفارات أو البعثات الدبلوماسية؟ عندنا مديرية حماية السفارات في وزارة الداخلية، وهذه المديرية مختصة في حماية البعثات الدبلوماسية، السفارات، وأيضا خلال حركتهم تأمنهم حماية. والحمد لله يعني كل الإجراءات اللي يقومون بها إجراءات متكاملة، و دعمناهم بعجلات وأسلحة خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله يعني وضعهم يتطور يعني، ونسعى إلى رفع قدراتهم القتالية وكذلك قدراتهم الأمنية. نعم. إذن هناك عملية تنسيق مع البعثات الدبلوماسية لعملية الحماية بشكل كامل. نعم، حمايتهم يعني بالكامل تقع على عاتق مديرية حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية. نعم. أيضا هناك ملف آخر، وملف كيف نجحتم في عملية تأمين خليجي 25، ستنتهي البطولة خلال الأيام القليلة القادمة، يعني ما هي الإجراءات التي اتخذت لعملية الحماية؟ طبعا هناك لجنة رئيسية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، ولجان فرعية، لجان أمنية ولجان تنظيمية وغيرها. خلال افتتاح يعني أول يوم افتتاح البطولة صار هناك يعني تقريبا شبه يعني إرباك التنظيم، يعني وهناك أخطاء تنظيمية حصلت تلافيناها خلال اليوم الثاني، وعززنا وحدات أمن الملاعب اللي موجودة، وكذلك دزينا وحدات لحماية الطوق الخارجي للملعب. حقيقة أنا أشيد بالعمل الكبير اللي أدوه وحدات أمن الملاعب
وكان يعني عملهم مهني بالكامل، وأيضا تمكنوا من تنظيم دخول المتفرجين وخروجهم، وكذلك انسيابية في البصرة، يعني قيادة عمليات البصرة وقيادة شرطة البصرة عملوا بشكل مستمر وعمل حقيقة مضني بالتخطيط والتنفيذ والإشراف في سبيل أنه هذه البطولة تكون منظمة وآمنة، والحمد لله يعني نجحوا في هذا الشيء، وإن شاء الله مستمرين إلى المباراة النهائية. ملف حصر السلاح بيد الدولة مع الوزير، هذا الملف طبعا هناك كانت لجنة مشكلة برئاسة الوكيل شؤون الشرطة السابق الأخ فريق عماد، وبحضوري عقدنا اجتماع مع كل ممثلي الدوار. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى فترة طويلة من العمل، حصر الأسلحة ويعني جردها وتثبيتها وبعدها ممكن يعني يصير سحبها، يحتاج إلى عمل وعمل مستمر من كل من الجميع. يعني أكو الآن إجراءات حصر السلاح، وأكو إجراءات مصادرة السلاح من خلال القوات الأمنية، من خلال السيطرات، من خلال أعمال التفتيش، لكن هذا لا يكفي. إحنا نسعى المرحلة الأولى إلى أنه الأسلحة المتوسطة تكون يعني خالية في المناطق السكنية. لا، هناك جهات تحمل السلاح تريد أن تصبح أقوى من الدولة. لا، حاليا هذا الموضوع إحنا يعني نتطرق إلى موضوع السلاح اللي موجود، السلاح المتوسط. نعم. أو نقدر نقول السلاح المتوسط والثقيل. ما مسموح لأي جهة أنه يعني تقتني هذا السلاح. إحنا فقط عندنا الأسلحة الخفيفة يعني نصدر هويات بإجازتها من قبل وزارة الداخلية للأشخاص اللي يستحقوها مثل الأطباء، المحامين، أصحاب الشركات وغيرها. هناك ضوابط موجودة. إذا ستتعاملون بقوة مع أي سلاح خارج الدولة؟ بالتأكيد إحنا الآن إجراءاتنا ما نسمح لأسلحة متوسطة وثقيلة موجودة، كأن تكون عند العشائر، كأن تكون عند جهات أخرى، ما نسمح. أما هذه الإجراءات شو راح تنفذ يحتاج لها فترة طويلة على الأقل. الآن كمرحلة الأولى يجب أن نخلي مراكز المدن من هذه الأسلحة، ما مسموح، فقط يمكن السلاح اللي موجود هو السلاح الخفيف المسدس غيرها لحماية الشخصية، لكن لا نسمح بأسلحة غير هذا الشيء. نعم. ملف داعش، هل هناك تراجع في التنظيم؟ هل تعتقد بأن التنظيم ممكن أن ينتهي بالعراق أم سيستمر في عمليات لإثبات وجوده؟ يعني بالتأكيد هو يحاول إثبات وجوده، لكن هو خسر حواضنا. الآن المناطق المحررة رافضته تماما، خسر حواضنا بالكامل، خسر بنيته التحتية، ما يسيطر على أي يعني على أي منطقة، ما يسيطر على شبر واحد، دائما هارب هو من وجه القوات الأمنية، حتى هارب من المواطنين، يخاف المواطنين يعني يصير إخبار عليه، لذلك أنا أعتبر أنه في نهايته. نعم. هل تعملون مع وزارة الهجرة لعملية العودة الطوعية للنازحين؟ عملنا مستمر للعودة الطوعية، ونبدي يعني حقيقة أكثر تقريبا عندنا الآن فقط مخيمات الجذعة 1 والجذعة 5. جدع 5 للتأهيل، تأهيل النفسي للعائدين من مخيم الهول، ومستمر عمل به، وعندنا تنسيق كامل مع الوزارة لإعادة العوائل إلى أماكن سكنها الأصلي. نعم. هل تحن للبدلة العسكرية مع الوزير؟ نعم. الفريق والركن عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، شكرا جزيلا على هذا الحوار، وأيضا الشكر موصول لمشاهدي الكرام، وإلى مقابلة أخرى.